هل يجوز مخالعة المرأة بدون موافقة الزوج بدون موافقة زوجه؟ ما نقولها أصلا كذا، افترض يا صبح اسمح لي في الكلام أن زوجتك تكرهك، قالت طلقني خذ الصداق، فارقني خذ الصداق الذي أعطيتني إياه وفارقني، وأنت مصر على البقاء معها، أنت مصر على البقاء معها، هل نجبرها على أن تبقى معك ويتكرهك؟ الأمر سهل بارك الله فيك.